لؤي يا حبيبي، انت في وعيك؟ امال انا مجنون ولا ايه؟ اصل المحل ده انا عارفاه، ده غالي قوي. وايه المشكله؟ انت تختاري احلى حاجه في الدنيا واجيبها لك. طيب يا حبيبتي، انا عايزك تشاوري على احلى واغلى حاجه هنا، وملكيش دعوه بالفلوس خالص. بلاش الكلام اللي ده واخده، انا ما استحملش كده. لا امسك نفسك، ده احنا لسه في اول اليوم، اهدى شويه. بقولك ايه، مدام اميره جايه صاحبه المحل، بلاش كلام حب عشان صاحبه مامي. ها اهلا وسهلا. اهلا لؤي، ازيك يا مدام اميره؟ نورتوا المحل. ميرسي. سوسو صاحبه اختي شروات اللي كلمتك عنها. انشانتي مامازال. اهلا. احنا لسه جايلنا احلى خطوط الشتاء من ماري لوي وكوكو شانيل. كوكو مين يا اخوي؟ شانيل شانيل، ما تفضحناش بالاحمر اللي في بقك ده. بقول لك ايه يا مدام اميره، انا عايزك تجيبي لها كل حاجه هي تشاور عليها، وعايزك تستغلي، يعني كل ما كانت حاجه غاليه كل ما كان مظبوط الكلام. اوكي، تحت امرك يا ماما، زال المحل كله ملكك، اتفضلي تعالي معايا. لؤي بموت فيك. شكلها هتظبط ان شاء الله. الحمد لله على السلامة يا محسن بيه. الله يسلمك. ايوه يا حمد. ايه؟ امتى ده حصل؟ وفي ركاب كتير ماتت؟ يا نهار اسود، كده بيتنا اتخرب، بيتنا اتخرب. واشتريتي البلوفر الابيض؟ ده تحفه حقيقي. بس التليفون مشغول في ليه يا هاني؟ وبعدين موبايلك فين؟ هكلمك بعدين، هكلمك بعدين. متصربة على ايه؟ مالك في ايه؟ كارثه، مصيبه، الباخره بتاعتنا غرقت وعليها جثه كبير من السياح. ايه اللي بتقوله ده؟ الباخره بتاعتنا غرقت؟ ومات منهم كتير، واكيد هيجيبوا رجلي في الموضوع. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. هتعمل ايه؟ هتعمل ايه يا محسن؟ احنا لازم نسافر حالا قبل ما يصدروا قرار بمنع سفري. يلا بسرعه، الحاجة جهزي شنطتك انت والاولاد. لا يا محسن، لا، ما ينفعش، ما ينفعش نسافر معاك. الولد عنده جامعه والبنت عندها دراسه. بص، سافر انت، سافر، واحنا هنحصلك في الاجازه. طب يلا بسرعه عشان الحق اول طياره على لندن. لندن ايه؟ هو مسافر ولا ايه؟ في ايه يا بابا؟ في ايه يا ماما؟ ما تسيبني في حالي يا ابني. ايه يا ماما مالك في ايه؟ في ايه مالكم؟ ما يا جماعه حد يفهمني في ايه؟ فريدة، أنا عايزكم تخلي بالكم على نفسكم. أنا مش شغال كتير في لندن إن شاء الله. وإن شاء الله الأمور هتتصلح. وهتبقى أحسن من الأول كمان. هتتصلح، بس أنت سايبني من غير سيولة، من غير سيولة يا محسن. دي ذكرت أي حاجة. مع إنك مش هتلحقي، اتفضلي. كمان؟ يا بابا، ممكن تفهمني في إيه؟ يا حبيبي مفيش أي حاجة، الظروف صعبة ومفيش وقت. كل اللي عايزه منك تخلي بالك من ماما وشروت. هخلي بالي عليهم يعني من غير فلوس؟ انت مش سايبني ولا مليم، شوفي معاك اي حاجه. يا لؤي، قلت لك الظروف صعبه دلوقتي، وعلى العموم اول ما هسافر لندن واظبط الامور هناك هبعت لك فلوس، اوكي؟ لسه هستنى لما تبعت لي من لندن يا بابا. لؤي، عايز اسافر واحس ان انا سايب راجل في البيت واخد باله من البيت. يا حبيبي سايب راجل وكل حاجه، بس انا طب اصرف على البيت انا ازاي؟ طيب احتجت حاجه اعمل ايه انا؟ ماما هتبقى تفهمك. مع السلامه يا محسن بيه. يا بابا، هو في ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ازاي جامعة القاهرة العريقة تخرج بره التصنيف العالمي الأفضل 500 جامعة على مستوى العالم؟ طبعا الإجابة واضحة وصريحة زي ما احنا شايفين، لأن الدكاترة الكبار بتوعنا، الخبرة العظيمة اللي الدولة صرفت عليهم، بيبعتوا لنا أي معيد يدينا احنا المحاضرات، وهم بيدرسوا في الجامعات الخاصة. طب احنا هنتعلم امتى؟ ما هو لو بياخدوا مرتبات عدله ما كانوش سابوها. يا سلام، ما هي دي سلبيه.
كنا نسكت على الغلط ده معناه ان البلد دي عمرها ما هتتقدم لقدام. يا جماعة لازم نتكلم يا اخوانا، لازم نصارح نفسنا. الجامعة بقى فيها غرز بيتضرب فيها بانجو علنا واحنا شايفين ده وساكتين. لازم يا جماعة نواجه ده، لازم كلنا نتكلم، لازم صوتنا يبقى عالي. طب وهنعمل ايه يعني؟ نعمل كتير قوي. انا مثلا في برنامج الانتخابي ناوي اخاطب المجلس الاعلى للتعليم ونفتح كل الملفات الشائكة ونجيب حقوقنا اللي ضايعة. ومش بس زمايلنا اللي مرشحين نفسهم في الاتحاد، احنا كمان لازم نتكلم، لازم كلنا نبقى ايد واحدة عشان نعرف ناخد حقوقنا. الانتخابات مش رحلات. هتيجي معانا التكعيبة ولا نصير احنا؟ لا انا هوزع بس برنامج الانتخابي واحصله. اوكي متأخريش. سام كل سنة في نفس الحوارات وبرضه مفيش نتيجة. يا بنتي هي سام كده طول الوقت بتعارض بتعارض. انت عارفة لو ما لقيتش حد تعارض ممكن تعارض نفسها. خليني انا عارفة سام. تتكلمي جد؟ اه والله. يلا بينا. قصاد عمادة الجامعة وقصاد كل الناس اللي موجودين هنا. نعم مجنون برضه مشيت اللي في دماغك وجيت. لازم يبقى فيوز قلبي هيضرب. طب اخلع بقى قبل ما طلبه يجي وتبقى قافل. انا مخنوق قوي يا زينه، طلبه مش عايز يقف جنبي. ما انت اللي خايف، ما كان مديك بضاعه ومروقك. انا حاسه بقى كده ان انت خدت البضاعه وزعتها على البنات بتوع الجامعه، صح ولا لا؟ انا عارفه عينك زايخ كده يا زينه. وكتاب الله انا اكذب على الدنيا دي كلها واجي عندك انت ما قلتش غير الحقيقة. يعني مفيش واحدة كده ولا كده من بنات الجامعة شغلت قلبك؟ هما البنات اللي هناك أحلى مني دلوقتي؟ عيب عليك يا زينة، ده أنت أحلى واحدة في عيوني. يا عسل العسل. حبيبي يا طارق. زينة، إيه اللي بيحصل في غياب يا زينة؟ ده الواد طلعت الكهرباء. ما انا عارف انه زفت طلعت الكهرباء. ايه اللي طلعه هنا؟ انت يا ايه اللي خلاك طلعت السلم ده برجليك؟ مش انا بحذرك 100 مره؟ مش قايلك ما تطلعش هنا ولا عايزني اكسر لك دماغك؟ ما تنطق واكتب اللي انا اقول الحقيقه. جيت اغسل، جيت اغسل الفيشه ضربت، فبعت البت نوسه تجيب لي حد كهربائي، فبعتت لي طالعه. وبعدين ايه اللي حصل يا اخويا؟ ما احنا واقفين قدامك على السلم، وانت شايفني يعني مضايفاه جوه في الانتريه. بس يا بنت اخرصي. خلاص يلا غور من هنا، ما اشوفش وشك هنا تاني، سامع؟ يلا يا حبيبي يلا، وانت خش جوه، خش قدامي. ماشي. بكره تعرف ان محدش بيحبك قدي، ومحدش معجب بيك قدي. السلام عليكم. عليكم السلام. في يا خالد؟ انت شايل طاجن ستك كده ليه؟ ابويا وتحكيمه يا ستي. حلف على امي طلاق ثلاثة اني لو ما عودتش ومشيت معاه في المدعوجة الانتخابات دي هيقطع عني الشهرية. وايه المشكلة يعني؟ ما انت اكيد مدكن لك قرشين هنا ولا هنا. وبعدين يا اخي انت تعب نفسك ليه؟ ما تقول له عندي محاضرات، عندي مذاكرة، مشغول كده يعني. اما مذاكرتي انا عمري فتحت كتاب. وبعدين ايه مادة التكاليف الخرفانة دي؟ حسابات وتعدي، انا اصلا بكره التجارة، ما اعرفش دخلت الكلية دي ليه؟ غريبة قوي، انت ازاي تدخل حاجة مش حاببها؟ اللي حصل يا ستي اتدبست. يعني انت بتفكر تعتذر السنة دي؟ عليها النعمة ما يحصل، لو طلبت اني اسيب له الانتخابات وعاود. انا السنة دي حاسس اني ممكن انجح، مش متأكد بس عندي احساس بنسبة 30%. ايه يا ابني انت شخصية نهزمية بالشكل ده ليه؟ اتفضل روح لابوك وارجع بسرعة عشان تقف جنبي في الانتخابات. انتخابات ايه؟ انت داخلة مجلس الشعب. يا حبيبي انا مقدمة نفسي هنا امين لجنة ثقافية في الكلية، وان شاء الله اكون امين اتحاد الجامعة كلها. يعني انا اسيب انتخابات ارجع لجنة انتخابات؟ ايه الحوسه دي؟ حبيبي المشاركه في الانتخابات دي واجب وطني. واجب وطني ايه؟ ده انا ابويا حزب وطني. يا حبيبي في فرق كبير، لازم يكون لك راي في اختيار اللي بيمثلوك. بيمثلوا ايه اللي دخل الممثلين في الانتخابات؟ خش. ايوه يا ابوي وحشني يا ابوي. ابو لؤي يا جامد ليك وحشه، هحكي لك ازاي رفعت علم مصر في دبي. بس قول لي الاول مالي ضارب لي فيس من ساعه ما شفته ده يا ابني؟ ما بتقراش جرايد؟ ما تعرفش ايه اللي حصل لنا؟ عرفت وانت بايدك ايه تعمله يا بلاي؟ في حاجات كتير قوي هتتغير يا شعلان، بس يلا مش مهم، خلينا في الاهم. محضر لك سهره النهارده انما كده. هو ده الكلام؟
انا عايز اسهر من الليله دي يا مان. اي هاف نو تايم تو لوس يا مان. قول لي بقى مين اللي هيسهر معانا الليله دي؟ هتسهر معاك يا سيدي واحده اسمها زوزو. زوزو حلوه زوزو دي؟ عيب عليك. ايوه بقى ايوه بقى. وانت؟ انا يا سيدي معايا سوسو. سوسو يا سيدي؟ سوسو من زوزو مش فارقه كتير. لا سوسو تفرق كتير قوي يا عمي. مش مشكله المهم نسهر. هتسهر يا سيدي؟ ايوه بقى ايوه بقى. ولما اديله رخصه انا امشي بغير رخصه ازاي انا؟ يوه عربيتك بقيت ملك البنك، رخصه من فضلك. شوف زورو. هو في ايه؟ ها؟ هو في ايه؟ والله مش عارف اشعلان بيه. هتشلني؟ ان شاء الله. هي دي اللي فهمتها؟ طب هات الشنط وتعالى ورايا حصلني. ها؟ تعالى يا عم. جدا يا انكل. والله مش عارف اقول لك ايه. ما تقولش اي حاجه. انت برضه زي ابني اللي انا كنت بترجاه من الدنيا. وبعدين يا سيدي انا ما كنتش المحامي بتاع والدك وبس، لا. ده احنا اهل. بس يا انكل. اسيبكم بقى توضبوا حاجتكم وان شاء الله اجي لكم بكره الصبح عشان اطمن عليكم. ميرسي قوي يا فؤاد، ميرسي. على ايه؟ انا ما عملتش غير الواجب. شكرا. بعد اذنكم. مع السلامه. لا بجد انا مش قادره كده كتير. اهدي يا شربت علشان خاطري. اهدى ازاي بس يا مامي؟ وبعدين قوليلي هنعيش هنا ازاي؟ ازاي هنعيش هنا وهتكوني قويه؟ مش كفايه عليا اللي انا فيه؟ انا مش هستحمل اشوفكم بتتدمروا قدامي. تعالى يا لؤي انا عايزاك. تعالى يا ماما. بص يا لؤي، انت دلوقتي يا ابني راجل البيت. عارف ايه يعني راجل البيت؟ يعني لازم تشيل المسؤولية معايا. تذكر يا ماما؟ اوكي يا ماما. الو. ايوه يا معلم. ايوه يا شعلان. ايوه يا حبيبي. لا عدى عليا بقى النهارده، ما انت فاهم. طيب ماشي، النهارده بالليل. ماما انا هنزل اجيب لكم حاجات. طيب ماشي يا شعلان، يلا سلام.
تنتخبوا مين؟ الحداد. وحبيبكم مين؟ الحداد. 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 الحداد حبيب الكل. الحداد حبيب الكل. سمته بيضة وزي الفل. سمته بيضة وزي الفل. الحداد حبيب الكل. الحداد حبيب الكل. سمته بيضة وزي الفل. سمته بيضة وزي الفل. منير القاضي فين؟ الحاج مجاهد فين؟ 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 تنتخبوا مين؟ الحداد. وحبيبكم مين؟ الحداد. شاكرين يا رجال. كله تمام وجاهزين زي ما اتفقنا. اكيد منير القاضي ليه عيون عندينا. طبعا بس لازم يعرف ان احنا واعرين واعرين قوي كمان. كل قرايبنا وحبايبنا موجودين؟ كلهم موجودين الا واحد. مين؟ خالد ولدك. شيعت له زمان القطر وصل. كيف ولدي ما يبقيش في ظهري؟ بالروح بالدم نفديك يا حداد. 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 شكرين يا رجال. شكرين شكرين. انا مش هقول لكم هعمل واسوي، لا، انتوا عارفين انا مين. وعايز اطمنكم، انا لفيت الدايره بلد بلد ونرجع نرجع. اطمنوا خالص، بعون الله هبقى في المجلس، ولما ابقى في المجلس كنكوا في المجلس. محطه المايه هتكمل، ومش بس كده، لا، المدرسه الاعدادي والكوبري الجديد. وعايز اقول لكم على حاجه، ما تسمعوش الكلام اللي بيتقال، وانتوا عارفين مين اللي بيقولوا. تصوروا بيقولوا ايه؟ بيقولوا اننا بشتري اصوات وبدفع رشاوي. الحداد كبير كبير ولا رشاوي ولا تزوير. 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 صحيح يا رجالة، أنا بدفع، بس بدفع في الخير. الحداد كبير كبير لما يرش يرش الخير. الحداد كبير كبير لما يرش يرش الخير. وإن شاء الله لما انجح وابقى في المجلس نتقابلوا ونحتفلوا مع بعضينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالروح بالدم نفديك يا حداد. بالروح بالدم نفديك يا حداد. يلا يلا توقف. وقف هنا يا عبد الجبار. لو ابوس سأل علي كله جاي وراه. حاضر يا خالد. سلام سلام. هاي يا خالد. كم كان؟ قول بعرض جوام يا صاحبي. السلاح المزوجين جوي. والنكسب من كام؟ من ستة. العب يا بغرة. شوف الله يكرمك. مبروك يا فتحي. الله يبارك فيك يا خال. ها تلعبوا ماتش تاني؟ لا كفا عليكم كده. روح الحق وقطر الساعة 6 وانتوا شايلين الستة. ايوه هيعيطوا هيموت هيقلد الكتكوت. بقول لك يا فتحي شكل كده زين. زين ما بينش اللي كنت بلعب كورة زي الفل.
تلاقي فريق كفر العزايم مروحين في القطر مهمومين. طبعا ده احنا مثلنا بيهم فيلم الارض. تعرف يا ده احنا كسبنا ليه؟ ليه يا عميتو؟ عشان كنا يد واحده قلبنا على قلب بعض. مش المهم مين فينا اللي يجيب الجون، المهم اننا نكسب. شوف يا اخي، شوف انا وانت اصحاب من قد ايه؟ ده احنا اصحاب من اولى ابتدائي يا راجل، لكن ابوك ابوي اعوذ بالله يتمنوا الموت لبعضيهم. كله من الانتخابات اللي داخلين فيها قدام بعض. وفيها ايه؟ ما واحد يتنزل للتاني وخلاص. اذا كان كده يبقى ابوك يتنزل لابوي. واه، وابوك ما يتنزلش ليه؟ لا، ابوك احسن من ابويا ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ انا همشي عشان لو جيهم ما لقانيش هيطين عيشه اللي خلفوني. ماشي يا صاحبي. سلام. سلام يا صاحبي. خالد وما جاب سيد العارف وحشتك يا ابوي. تعال هنا. ازيك يا ابوي؟ بقى تسيب ابوك في المؤتمر اللي عامله عشان الناس ينتخبوه وتروح تلعب كوره مع العيال اللي زيك اول ما تعود من السفر؟ مين انا؟ ايه انت؟ اوعى تنكر. يعني بعرف دبه النمله في البلد دي. طبعا ما انت كبيرها يا ابوي. اسمع يا خالد، يا اخر مره تسيبنا وتروح تقعد مع اصحابك. امرك يا ابوي. ومن الليله دي انت معايا في كل مكان لحد اخر يوم في الانتخابات. عايز احس انك في كتفي، انك دراع اليمين. ايه امال؟ عايز احس ان انا خلفت راجل مش عيل صغير. امرك يا ابوي. وفتحي والد منير القاضي، لا تشوفه ولا تحدته تاني، مفهوم؟ لا 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 يا قلبي المجروح، مالك يا عم ماجد؟ ايه الشعر اللي انت كاتبه ده؟ وبعدين مطلب القضاء على نفسك ليه ومربي لي دقنك كده وعايش لي بجو كآبة؟ يا ابني مالك؟ بقى واحدة تعمل معاك كده؟ مش هي واحدة يالا، بتاعتي هنا كل حاجة ليا، كانت حياتي يا أخي. حبيب قلبي يا ابني، اخرج بقى من برنامج حياتي ده، بلاش بقى تعمل لي فيها حاسس بخنقة وحاسس لي بضيقة وضيق تنفس ومغص وحموض. ايه يا ابني الشغل ده؟ ما تقوم ننزل. ننزل نعمل ايه بس؟ وقعد لي نفس يا عم. قوم ننزل نخرج من الجو المؤلم ده. تبير بس انا عشر عايش غير دي. لا لا لا، طب ما انا كمان. طب ده انا اللي جاي لك في الموضوع ده اصلا. اوبا وماله؟ ماشي، هاخد بقى سجارتين عشان ايه؟ طلع بس. انا رايي بقى يا عم ماجد، اكتب اكتب على قد ما تقدر. حزين شرايينك بقى يا معلم. حبيب صباح الفل يا عمو. فين الأزاز يا عم لؤي ولا هنقضيها كده؟ ايه؟ فين الأزاز يا عم لؤي ولا هنقضيها كده؟ لا ما تقلقش، اصبر على رزق. هما جايين دلوقتي. جايين؟ أول مرة أشوف الزبون يجي قبل البضاعة يا عم لؤي. هما شغالين هنا؟ هي شغالة هنا اه، بس ما اعرفش اتأخرت ليه. بت ايه؟ اتأخرت؟ هي السرعة دي على واحدة بس؟ يا سيدي استنى. اديني مستني. بيت سوسو وزوزو اتأخروا ليه؟ مستر مفتوح مستعجلهم بنفسه. طيب ماشي. اتأخرت ليه يا زفت انت وهي؟ ما لقيناش ميكروباصات. ميكروباص؟ يا بيئة انضافي بقى. اجري نجرب الشكروات بتاعك ماله. شغلي شغلي شغلي. ايه معلش؟ حبيب شعلان، شعلان صاحبي وصديق واخويا. مصر طول عمرها ولا عندك زوزو بسوسو تبع انا؟ مش قلنا سوسو من زوزو ما تفرقش يا ابني. وانت مزاجك عامل ايه يا زوزو؟ مفيش احلى من كده. وانت بقى يا قطه بتشتغلي ايه؟ مهندس. اموت انا في الهندسه.
عثمان. متضايق شوية. بقولك ايه، ما تيجي نغير المكان ده؟ تيجي نروح الفيلا عند شعلان؟ يلا. بقولكوا ايه شعلان، تعال نروح الفيلا عندك يلا. بقول لك يا خال، مش ناوي تحول لجامعة أسيوط السنة دي؟ لا. وأبوك مش هيخليك تحول؟ أنا فهمت إنه عشان أحول لازم أنجح، وأنا بسقط تدلي سنتين. واه، هو ما يعرفش الحكاية دي؟ ما يعرف منين، هو فضيلة كفاية عليه الانتخابات ومرة الطافح اللي هو فيه. وأنت إيه اللي جابرك على كل ده؟ ما تحول لجامعة أسيوط. يا ولد أبوي، ده إحنا مع بعض من وإحنا صغيرين. ده حتى الثانوية العامة، نجحنا مع بعض وسقطنا مع بعض. يا ده أنا حابب مصر، عايز أعيش في مصر. يا سلام على بنات مصر، ونسوين مصر. يود انا كاتب في رغبات تجاره قرار انتساب، وما كتبتش تجاره تصويت انتظام. بتيجي انت تعيش معايا؟ لا، انا قاعد هنا ورا ارض ابوه. مش ده عمي؟ هو بعد جون قبل لو شفنا مع بعضينا. لسه مشرف سعادتك. شو يا مام؟ تعال هنا، تعال تعال، افتح بقى، افتح بقى، افتح بقى. ايه الريحه دي؟ انت شارب حاجه؟ ما شارب دو. تعال هنا يا عديم الاحساس، يا قليل الربايه. مش كفايه اللي احنا فيه، كمان جاي سكران وبتتطوح. مين قال يا مام ان انا بتطوح؟ حضرتك اللي مش شايفه مظبوط يا ابني. مش حاسس، مش حاسس باللي احنا فيه؟ مش حاسس؟ ما بتفكرش غير في نفسك وبس. طب ما انت كمان يا مامي مش بتفكري غير في نفسك وبس. يبقى خلاص، واحد واحد متعادلين. وبابي كمان مش بيفكر في نفسه بس، يبقى واحد 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 برضه متعادلين. قصدك ايه؟ تعالى 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 تعالى، قصدك ايه؟ ها؟ قصدي يا مامي ان انا فاهمك كويس، وعارف انت ناوي على ايه. انت عايزه تخلعي بابي بس بالطريقة. أنا سمعتك كنت بتكلمي طنط حشمت وقلت لها كده في التليفون، صح؟ كمان بتتجسس عليا. شوف يا مامي، أنا فاهمك كويس يا مامي. بابي خلاص ما بقاش معاه فلوس، واللي ما هوش فلوس ما يلزموش. اخرس يا قليل الأدب، غور من وشي، غور من وشي السعادي، غور. منور يا ابوي. راجع تتسحب في نص الليل. كنت فين لحد دلوقتي؟ كنت مع اصحابي يا ابوي. مع اصحابك؟ انا اقطع خبرك انت وهم. انا مش قلت لك ترجع قبل العشاء؟ صح ولا لا؟ صح يا ابوي. لما هو صح. راجع متاخر ليه؟ سامح المراد يا ابوي. اسامحك كيف؟ اسامحك كيف؟ وبكره الاعاده بيني وبين منير القاضي. يا خالد يا ولدي، أنا عايزك تبقى في كتفي لحد ما أوصل للبرلمان، وأبقى النايب الجديد. عايز أحس إن أنا وراي راجل. وراك راجل يا أبوي، حاضر، من النجمة أكون في كتفك، وإن شاء الله تدخل البرلمان يا سيادة النائب. أيوه، حلوة سيادة النائب. حلوة يا أبوي. مجاهد الحداد في البرلمان يا رجالة! Thank you.
مبروك يا ابوي. الله يبارك فيك. ما تجيبش حطب معايا. ايه؟ حطب؟ لا يا خالد، انا خلاص كبرت على الكلام ده. انت وعدتني انك لما تنجح في الانتخابات تقوم تحطب معايا، وعد الست النائب دين علي. يا راجل قوم، ده ليله في العمر ما تعوضش تاني ابدا. قوم يا راجل قوم. قوم يلا يلا يا خالد. ورينا يا ست النائب ورينا. العدل قامت ثورته والظلم زالت دولته، العدل قامت ثورته والظلم زالت دولته، وبكره يا من ديت عليك غني غني غني. وبالمفيد المختصر العدل الظلم انتصر، وبالمفيد المختصر ردينا لعيوننا البصر والشعب على كلمته. وكل عمله بكرة وصل ما أجمله، لكن بلاش تتفتتوا. تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.